بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي لكم التحيه ديالنا كاملين، حنا جمع المبادره ديال سيدنا ديال اجمع المواطنين اللي هما حاضرين واللي هما كيطالبوكم في الاصلاح. جزاكم الله بخيرا وشطيتونا هاد القامات ديال الحباسه، وشطيتونا هذا شي فوقشي. اين كنتو؟ حنا سوينا عندكم الحباسه، جيبوا لنا القطينه. جزاكم الله بخيرا، ما كاين حتى شي مشكل، حتى حنا الرانشو حنا متاسين به. عاش الملك، عاش الملك، وعاش الملك، عاش الملك. قضيتوا بينا، جزاكم الله خيرا. حنا كنطلبوكم بالاصلاح، كنطلبوكم جزاكم الله خيرا. نظرونا رحنا، ما حناش كلاب، رحنا رحنا مسلمين ومواطنين بحالنا بحالكم. انتم كتقولوا اصلح راسكم، وحنا حنا كنقولوا اصلح راسنا. جزاكم الله خيرا. رحنا ماشي الحباسه، ما دارش حتى شي جريمه تحت الله. رحنا جزاكم الله خيرا، راه كان مصلي وكان مدين وكان كيبغي ولادو باش يعيشوا. واش طلقتوا علينا هنايا كاين الفيران، وطلقتوا علينا كاين الشجره ديال الجنان فرنطيز مطلقه بسبعه القوالات والقطوط، فين ما كانش قطة والدة علينا فوق الحوايج. وحنا رحنا مشاخ، رحنا طارقين فلوساتنا وطلقناكم الفلوس. جزاكم الله بخيرا. إلى ما أجوا نظروا فينا وشوفونا كيفاش حنايا وكيفاش الإصلاح ديالنا. جزاكم الله خيرا، أنا كنهضر معكم وسمحوا لي أنا. السلام عليكم. بعد قبل كل شيء، حنا الناس ديال السوق جنان فرنسيس، حنا كمستفيدين من هذا السوق. ما عجبناش هذا النموذج، ما عندنا لا ريدو، ما عندنا لا سوق عالي فين نديروا الريدو، لا كهرباء، ما كاينه حتى شي حاجه، لا نظافه، واخا دايرين معاهم التزام وعندنا النظافه ما كايناش. كنجيو بيدنا كنمسحوا كنشطبوا، كيجيو القطوط كيقولوا لنا على الحوايج، حنا الحوايج ديالنا غادي يتباعوا؟ ما غاديش يتباعوا. مي يجي شي واحد يشوف شي بياسه وفيها الزغاب ديال القطوط، راه ما هنايا عمقوا عايشين كيشوف هادشي. الا بغى السوق يخدم لهم ونخدموا ما نخرجوش للشارع، هي ينوضوا المسؤولين ويشوفوا الحالات السوق وشنو النقص في السوق ويسمعوا للناس كاملين. راه هاد الحاله كنقول على صفه عامه وعلى كلشي. انا مستفيد من السوق النموذجي، كنطالب ثلاثه الاشياء، كنطالب بالاناره، وكنطالب بالاصلاح ديال المحلات، حيت هادو راه ماشي محلات تجاريه. زائد خصنا يكون عندنا الباب، حيت هادشي اسمح لي شريفه، هادشي عشوائي بحال اللي في المخيمات، وعاد كيجيو كيحيدوا كيعريو الناس السلعه ديالنا هنا، كيجيو كيحيدوا. هذا ماشي ديال الثمن اللي خلصنا. زائد حنا ما خصناش شي حاجه، حنا خصنا السوق يخدم، حنا بيع وشرايا خصنا السوق يخدم. باش غيخدم هاد السوق خصنا ثلاثه الحوايج، الاناره، الاصلاح ديال المحلات، زائد الريدو او لا باب او لا يشوفوا شي حال شنو يعملوا معنا باش نسدوا على السلعه ديالنا. حنا كانت 1500 درهم على حساب المحلات، قالوا 2500 درهم باش يعليو لنا نموذج، صلحوا لنا سكسفوا لنا، دخلونا لهنايا ولينا دخلونا لهنا لهاد المحلات هادو، فهمتي؟ بلا بيبان بلا علو، وهاك البيشه اللي عندنا حدو وليدا، البيشه اللي عندنا هنايا ما كاين لا بيبان لا تزبته، وزيروا علينا برا دخلنا لهنا وكنقول لك حط السلعه ديالك هنايا وخلينا نهضر ميمون وليدا كتهضر نتايا، قال لك دخلوا لهنايا تبقاو بلا بيبان. ها واش انا عندي؟ زيد عندي زيد، اشوف زيد عندي، انا عندي السلعه هنايا حاطها بلا بيبان، ولي حيدوا هيدا حتى واحد ما عرف يهضر. السلعة هذيك صور تماك شنو عندي انا بلا باب، ها انت ها بلا باب، ها دابا هذه سلعة بلا باب، هذه بلازما تشوفها حاط، هذا السوق ديال البلدية نقولوا حنايا حاجة مستعملة، ولكن شكون اللي عاد منها؟ شكون اللي عاد منها الشيء هذا؟ حنا عندنا العساسة، واش حنا نكلفوا على العساسة؟ لا من ديالي لهاد المبادرة ديال سيدنا كتكون بالمجان، كتكون واحد الثمن رمزي، هذا الشيء اللي كنعرفوا. ثالث حاجه، حنا في السوق دابا فاردين علينا في السوق كنبيعوا والو، البيبان مسدوده، كيفاش عايش يدخل عندك شي واحد ويا الابواب مصاده؟ كاينه باب وحده كيجي من جهه السوق. ثالث حاجه، كاينه سرقه هنا وقعت للناس البيعه والشرايا، حيت ما عندنا لا ابواب لا حتى حاجه كنعانيو منها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا واحد الانسانه من ذوي الاحتياجات الخاصه، وعطاوني الورقة وفرضوا عليا حتى أنا نخلص وما عنديش، ودابا ملي جيت المكان ديالي كنلقاه كله حالته،
ما عندي لا ريدو، ما عندي خلصت 250 الف فران، ما عندي لا ريدو، ما عندي حتى شي حاجه. هذا عاد خاصني نكلف راسي ونولي عاوتاني نصلح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.